فقال له صلى الله عليه وسلم انزعها بكسر الزاي، وفي رواية انبذها بكسر الذال. فقال له انزعها، والنزع هو الجذب بقوة وسرعة، لأنه ده موضوع بتاع عقيدة وموضوع بتاع شرك بالله. عشان كده الرسول قال له انزعها، يعني بسرعة وبقوة، اجذبها بقوة وبسرعة، ما تخلي الشرك ده عندك. ففيه وجوب المسارعة إلى إنكار الشرك وأسبابه ودواعيه، ووجوب سرعة الإنكار، تنكر في الشرك بالله تحديدا، تسرع في ذلك. فقال انزعها، وفي رواية قال انبذها، ورواية انبذها معناها أي انزعها وألقي بها بعيدا. فرواية انبذها تشمل الخلع بسرعة وقوة، وتشمل المباعدة وأن يرميها بعيدا. انبذها